نحشرهم عليكم انتم محسنين. انا كنت بصحتي وكنت بخير وعلى خير، كنت خدامه في شركه ديال الخياطه 18 سنه. دوكا انا مرضت مرض نفساني وانسانه مطلقه، عندي بنية عندها 17 سنة مسؤولة على أمي عندها 86 سنة. إلا ما دخلت لهم شنطة الخبز كاينش اللي يدخلها ليهم. دوكا ما بقا لقيت من باش نسير عليهم، ما بقا لقيت حتى باش نشري الدواء، ما بقا لقيت باش نقضي بنتي. ولات إنسانة عاجزة، إلا ما شربت الدواء من الناس أمي ما عندهاش اللي يوكلهم. انتي ما عندهاش اللي يجري لها حق صندارة الميكا من غيري، ما عندهمش اللي يدخل عليهم من دخل ديال الخبز. نتلقى باش نخلص لا مال عدو. الله يجازيكم بخير اخوتي المحسنين، الله يفرج عليكم طريق القبور، ساعدوني في هاد الوضعية ديالي. كان الله اللي عان بيا، ولو نقول اللي قلت انا ما عرفتش، ما عرفتش ندوي وما عرفتش نعبر. انسانة قارية عندي البكالوريا ولكن المرض فشلني، أنا مبقاش يهمني راسي. جربت الإنتحار منجحش ليا، ولا كتهمني الأم ديالي وبنيتي، ما عنديش اللي يوكلها. عاونوني الله يجازيكم بالخير، عطوني باش نعيش، والله تعالى علمي. ما عندي باش نشوف العيد الكبير، ما عندي باش، ما عندي من ناكل دائما أصلا، ما عندي منصب. الله يجازيكم بخير اخوتي المحسنين، الى ما نشوف من الوضعية ديالي عاونوني في سبيل الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.